ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف من عمان مسؤولة السياسات في مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة شادن خلاف. سيدة شادن، أهلا بك معنا. ما حجم الخطر الذي يحدق بالأشخاص العاملين في المجال الإنساني في ظل الظروف الحالية من صراعات وإنعكاساتها عليهم؟ طبعا مخاطر كبيرة جدا وواسعة جدا، وحضرتك أكيد هتتذكري إن اليوم العالمي الإنساني أصلا حدد أو يعني اختير هذا اليوم بعد الاعتداء الشديد اللي تم على مكتب الأمم المتحدة في العراق في بغداد في عام 2003، واللي تم فيه الاعتداء ووفاة يعني الاعتداء على المكتب ووفاة 22 من موظفي المنظمة ووفاة الممثل الخاص للأمين العام في هذا الحين السيد سيرجيو فييرا دي ميلو. فده كان الحقيقة يوم يعني كارثي طبعا بالنسبة للمنظمة، ووضح لكل العاملين في المجال أكثر مما كان يعني واضح قد أهمية يعني إعطاء هذا اليوم أهميته. نعم. والحفاظ على يعني سلامة العاملين في مجال الإنسان. سيدة شادن، أيضا إلى أي حد تلك الأخطار أثرت على سير العمل الإنساني خاصة في مناطق الصراع وعدم إيصال المساعدات إلى محتاجيها في تلك المناطق؟ نعم طبعا مخاطر أيضا كبيرة جدا على المفروض يعني الهاربين من النزاعات المسلحه والمتضررين منها. وطبعا احنا عارفين ان في المنطقه العربيه وفي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا عامه النزاعات للاسف يعني منتشره، وهناك اخطار كبيره في عدم القدره على توصيل المساعدات اليهم على القائمين على العمل الانساني وعلى الجهات اللي المفروض تقوم بتقديم الخدمات الصحيه التعليميه المعيشيه الاساسيه او يعني المكونات الاساسيه للحياه. اذا ما قدرناش نقدمها لهم في وقت مناسب عن طريق الوصول اليهم، وهم في كثير من الاحيان بيكونوا في مناطق صعب الوصول اليها او في عوائق بتمنع العاملين الانسانيين من الوصول اليهم، ده طبعا بشكل خطر كبير على حياتهم. سيدة شادن، الى ماذا يحتاج العالم اليوم لحماية عمال الإغاثة في جميع الدول التي فيها صراعات والأقل؟ نعم طبعا حضرتك على علم ان هذا العام تم اختيار شعار وهو لست هدفا not a target باللغة الإنجليزية لليوم العالمي للعمل الإنساني، وده بيشمل العاملين بالمجال الإنساني وأيضا المدنيين اللي هم المتضررين الأكبر من النزاعات. ومن المهم اللي احنا نشير عليه نشير يعني ننوه عنه هو أن يجب أن يجتمع الشركاء في المجال الإنساني للتأكيد على أن المدنيين الذين يتعرضون للصراع ليسوا هدفا، ويجب كلنا أن نجهر بأصواتنا من خلال الانضمام لحملات طلب الحماية للمدنيين أو العمل جميعا في عريضة دولية مثلا. ممكن نشجع السادة المشاهدين أن هم ينضموا إليها ويساندوا العاملين في المجال الإنساني أن هم يقدموا الخدمات الأساسية للمدنيين اللي هم ليسوا أهدافا في الصراع أو يجب أن لا يكونوا أهدافا في الصراع. إذن نحن ندعو أيضا للتضامن باليوم العالمي هذا. إذن شكرا جزيلا لك، حدثتنا عبر الهاتف من عمان مسؤولة السياسات في مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة شادن خلاف.